هتعمل ايه يا زكريا؟ هتعمل ايه؟ سامحني يا ابن عمي، بس الطار لازم يتاخد. قضي الأمر. مالك يا آية، في إيه؟ صلاح ما جاش العزا وبكلمه وما بيردش عليا. عادي يا بنتي ما تقلقيش، يمكن جه وانت ما خدتيش بالك. هو اصلا قالك ان هيجي؟ اه، اخر حاجه قالها لي على الواتساب انه هيقابلني هنا وبعدين هيروحني. طب يمكن بيجيب حاجه من جوه، ما تقلقيش بقى. اصل انت مش شفتيش اللي انا شفته يا مي، انا خايفه وقلقانه قوي. انت كده اللي خوفتيني. هو انت شفتي ايه؟ تخافيش، تعالي، ما تخافيش، تعالي، 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 تعالي. ايه دي؟ انا خدها معانا. متأسفين يا صالح بيه، يعني المكان مش قد المقام يعني لاستقبال سعادتك. لكن هنعمل ايه بقى، متورط وموضوع لا ليك فيه ولا حاجة ابدا. سامحني على الطريقة اللي رجالتي يعني خدوك بيها عشان تيجي تزورني هنا. ورطت نفسك في حاجة انت مش قدها، انت صعبان عليا قوي. يا زكريا، بقاء لله في عمي شريف. حياتك الباقية يا ابني. عبد الله اتصاب وجبنا المستشفى. إن شاء الله هيبقى كويس. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون. نزف دم كتير واحتاجنا لدم، ويا ريت تكون بسرعة. أنا فصيلة دمي نفس فصيلة دم عبدالله، حضرتك تقدر تنقل له دم من عندي. طيب ناخد عينه، اتفضل معايا. عمي خلي بالك من البنت اللي في العربية أرجوك. طيب طيب اتفضل. دكتور، طبعا يا دكتور أنت فاهم بالظبط هتعمل إيه. فاهم يا سلم بيه، هيخرج النهارده من غير ما نعمل محضر، المهم ان ننقله دم بسرعه. طب يلا يلا أكرم، عاوزك ضروري. أيوه، مع السلامة. استغفر الله العظيم. خير يا باشا؟ بتقول الشريف اتصفى هو ورجالته في فيلته، عاوزك تاخد رجالتك وتطلع على هناك، وقبل ما تروح هناك تجيب الملف بتاعه ليا. هو عايزين العطار ياخد طاره بسرعة كده؟ ما أعرفش يا سيدي، هم بتقول الشريف حد عادي؟ راجل أعمال مهم، الدنيا كلها هتتقلب. احنا عاوزين نتابع الموضوع أول بأول، أول ما تعرف أي حاجة تتصل بيا، مش عاوزك تتصرف أي حاجة من دماغك، فاهم؟ اتفضل. تمام عليك. استغفرك ربي واتوب اليك.
هتقعد هنا عندي يومين تلاتة كده معزز مكرم. أمال إيه؟ ده أنت ابني الكبير، إحنا نقدر نعمل حاجة في ابني الكبير يا عم الصالح. ما تقدرش تعمل لابني الكبير حاجة، لكن تحاول تقتل الكبير عادي صح؟ ندمت وحياة راس أبوك الغالي، ندمت يا راجل، ده أنا كنت هسيب البلد وأهرب منها، بس عارف ما لحقتش. أبوك وإخواتك خطفوا ابني وعاوزين يخلصوا عليا، وأنا مش عايز أموت دلوقتي، مليش مزاج، مش وقته. فقلت تخطفني وتقيد بيا. برافو عليك، ما أنت بتفهم أهو تمام. متولي كان عاوز يخطفك بس أنا عرفته وسبقته. أنت عارف متولي دلوقتي الله يرحمه الفاتحة على روحه، بسم الله الرحمن الرحيم. أمين، وأنا مش عايز أحصله. وأنت لا ليك لا في الطور ولا في الطحين، هتشيل شيلة ما أنتش عايزها ولا هي ليها لازمة بالنسبة لك. أنت اللي هتشيل يا جلال، عشان زين العطار بيقطع دراعه قبل ما يتلوي. يبقى ما خسرتش لوحدي. صح؟ لا مش صح، لأن أنت كده يا جلال ما تعرفش عيلة العطارين كويس. احنا مالناش طلبات يا صالح، احنا كل اللي عايزينه معهد السلام. يا سيدي جدد العهد، يلا زي بعض، وانت تمنك غالي عند الزين، وهي فرصة يا سيدي نعرف انت غالي عنده قد ايه يا صالح. مش معنى انا اللي ادوس، تعملوا معايا كده ليه؟ بس بقى بس بقى، استنى يا امير. لك يا حسن، شفتهم تاني النهارده يا صاحبي. ايوه البنتين. الواد ده بيكذب عليك على فكره، احنا ما شفناش حد. ايه يا عمار؟ ايه يا حبيبي انت ليه كده؟ واحنا بنبص لك فيهم، هي فراخ. يتبص فيهم وعليهم، دول بنات يا معلم، بنات. طيب اتكلمت معاهم؟ لا طبعا، زي المره اللي فاتت كده، كانوا بيجيبوا اكل ابوهم صاحب الدكانه. انت عارف عم حمزه راجل عصبي، شفنا بنبص عليهم زعلوهم، دخلوا جري. بس بقول لك ايه، حته بنتين فيهم كل حاجه، حلوين قوي يا عم. احنا اي بنات بالنسبه لنا بنات حلو، احنا بنشوف بنات غير كل 10 سنين مره. هو شرط الدار هنا ان احنا نترهبن ولا ايه؟ انا عايز اتجوز يا جماعه، جوزوني. ابني مفيش حاجه تمنعك من الجواز بجد، والله العظيم. عايز تتجوز سيب الدار وروح اتجوز، وهل عايز تبقى وفرت اكلك لعشرة من عيال الدار. شكرا قوي يا عمار. العفو. انتوا بتعملوا معايا كده ليه يا جماعه؟ ولا اهدى بقى يا شباب، محدش عامل معاك حاجه اصلا، اهدى. هو انا هاجي معاكم المره اللي جايه ينفع؟ طبعا يا صاحبي طبعا. لا اصل انا وامير بس اللي بنجيب المهم بتاعه الاكل. خليك في شغلك يا حسن، وسيبنا احنا كمان نشوف شغلنا. عنده حق، خليك في شغلك يا حسن. عمار ايه؟ خدني معاك انا المره الجايه. عمار. ايه يا اسطى؟ عمار. مش كده مش كده يا جلال، انت اتجننت ولا ايه؟ ما لقيتش غيري؟ قلت لك 100 مره ماليش دعوه بالحدوته دي كلها. اسمع يا سيف، اسمعني كويس، انا مش ممكن ابدا هسيب زين العطار يقتل ابني وبعدين يخلص عليا واقعد اتفرج عليه. يا سيف باشا، وانا مالي؟ انت اللي سليت دماغك لمتولي. وبعدين انت قلقان من ايه؟ كده كده زين العطار مش هيسيبك، عايز تجيب رجل انا ليه؟ اسمع يا سيف، انا كل اللي انا عايزه منك انك انت تبلغ زين العطار ان ابنه عندي، وان انا لا يمكن حسيب الموضوع ان انا عايز اقابله، ونعمل معاهد السلام وكل واحد يروح لحاله، وخالتي وخالتك وخالته واتفرقت الخالات يا حبيبي. انا بفهمك، وانت هتعمل اللي انا بقولك عليه، ولو انت ما عملتش اللي بقول عليه انت حر. انا مش هبقى على حد يا سيف، هخلي الدم والله العظيم ثلاثة للركب، فاهم؟ انت بتهددني يا جلال؟ انا قلت لك اللي عندي. على السلامة يا استاذ. اسمها ايه؟ معرفش، ما لحقتش اتكلم معاها من ساعة ما اخدتها. اسمك ايه حبيبتي؟ متخافيش، تعالي، متخافيش. انا عايزه بابا. دي اكيد مش بنت متوليه. متخافيش، مفيش حد هنا يعمل لك حاجه، متخافيش. هو حصل ايه؟ مش وقته، خديها هات لها حاجه تلبسها شوفي لو بقى هنا.
تخافيش. زكريا، يا أمي، برضو نفذتوا اللي في دماغكم؟ غصب عنه. أنا بكره الدم. خلاص يا أمي، الدم بعد عنه. مين البنت الصغيرة اللي كانت داخلة في إيدك؟ معرفش، بنت جبتها من فيلة متولي، لقيتها هناك. بصراحة هربيها. تربيها؟ تعرف هي ممكن تكون شايلة دم مين؟ يبقى في رقبتك؟ دم دساس. نفسي في عائلة يا أمي. بصراحة البنت خطفت قلبي. أنت عارفة إن ربنا ما كرمنيش بالخلفة. عن إذنك. عمري ما شفت شريف ده، بس هو كان بيحبه وبيتكلم عليه كتير. يا ريته كان هو اللي مات. بس يموت ازاي؟ عشان تعرف ان دعوتي مستجابه، بدا عليه ليل نهار ربنا يحرق قلبه زي ما حرق لي قلبي على ابويا. بس انت عرفت منين؟ خد يا اما ماشي نفسك بدول لحد ما ربنا يبعك جديد. بس ما قلتليش مين اللي قالك؟ هاشم الدهب يا اما عدى عليا النهارده في الحاره وهو اللي قال لي. طب استنى استنى يا واد كلمني. وكان عايز ايه؟ هيكون عايز ايه يعني يا اما؟ عايز اللي بيعوزه كل مره، عايزني اروح اشتغل معاه. قلت له ايه لما قال لك كده؟ قلت له افكر يا اما. ومن كل الناس دي ما اخترتيش الا ده؟ انت ما تعرفيش صالح كويس. ومش عايزه اعرف. انت عارفه انت بتحكي لي عن ايه؟ عن موت وقتل ودم وسلاح. دي عصابه. انت وردتي نفسك على فكره. وبعدين تعالي هنا، مش بعيد صالح بتاعك ده اصلا يكون بيضحك عليكي؟ يا بنتي ده اتربى وعاش وكبر وسطيهم. بقول لك ايه، انا اعرف كويس قوي اذا كان بيضحك عليا ولا لا. انا بحب صالح. انا كنت فاكره نفسي مش عارف احب تاني بعد موت رامز. وبعدين هو وعدني انه هيكون بعيد خلاص. احنا اتفقنا ان احنا هنسافر مع بعض. قفلي على الموضوع ده. فتحي بقى عامل زي الشوكه في الزور يا ناديه. ما تاخده واحده واحده.